كنا قاعدين فصار لما صار الاجتياح وفاتوا هنا فصار يعني كثير ضربوا صواريخ صاروخين عليها على الدار. يعني دارنا احنا هاي دار حماية جنبنا, يعني هاي دارنا لا كزاز لا شبابيك ولا اشي ولا اشي خلو. والحمد لله الحمد لله انهم ما عرفوا وين الشهداء, هم كانوا فيها الشهداء, هم قصفوهم بمنطقة البلاونة بأول ما قصفوا, بعدها جابوهم هون في إسعاف كانت عنا فجابوهم فش مكان يحطوهم فجابوهم هون دار عمي كانت فاضية عشان مريضة وعنا هي البنت فاتوا الجيش كلهم فاتوا ما خلوا إشي. هم يخلوا إشي هم يخلوا إشي بالمخيم يا خالتي, هم يخلوا شباب قصفوا بكوا هون بكوا الشهداء جوا. لما قصفوا عنا هون كانوا الشهداء جوا, يعني لما فقعوا الدنيا كلها صارت حمراء. والحمد لله والشكر لله, أهم إشي الشباب. الحمد لله الله يرحم شهدائنا كله في دل أقصى إن شاء الله.